خد كمان محمود متولي ظلم في هذا الانذار لانه كابتن يعني ممكن بعد اذن حضرتك ممكن تعليق حضرتك على اللعبه دي. انا جاي يا كابتن تاني، انا جاي احنا كابتن بس واحده واحده. احنا كنا بنتكلم في الشق اللي هو ايه في البدايه، سبب تعيين وليد، وليد قد يكون حكم كويس بس انت ظلمت وليد انك انت بتحطه في مباراه كبيره، وده كلام لجلاتنبرج او المسؤولين. هذه المباراه تاني بقول مباراه من الوقت الصعبه يلعبها اللاعب او الحكم الكبير يا كابتن احمد. انا اول حاجه سالتك عليه الحكم، خلينا نشوف الحاله اللي جايه، نشوف هنا كابتن، هنا هنا السؤال، هنا الكره اوفر وهنا قفشه بيطلع بدماغه. خلي بالك للاسف، وانا بقول للاسف كابتن احمد، انا حتى كمان يعني انا هنا اللعبه، هنا قفشه ليه لعب، قفشه لعب هنا، بص هنا ارجع تاني مين هنا اللعبه كابتن؟ واحده واحده قفشه لعب الكره بدماغه، قفشه لعب الكره بدماغه، لا واحده واحده والله ما انا ما عنديش مشكله. ايوه قفشه لعب لمس الاول تمام، مين اللي راح له؟ هنا ممكن يكون حارس المرمى، كرة تدت من راس قفشه وجت في ايديه، في ايده، ده وارد يا كابتن بلال. ايوه اذا هو الحارس هنا لعب بردك. السؤال لو انا الحارس هنا لعب بدون ما يتعرض لقفشه، ايه الدم ده؟ الدم اللي نزل ده، انا بسال سام سؤال، انا كحكم في كاس العالم حاله مثل هذه الحاله يا كابتن ايمن؟ ايوه كابتن، الحكم راح للاعب ما كانش في نيته يدي اي انذار اطلاقا لهذا اللاعب. ايوه كابتن، راح للاعب بص لقى فيه الدم، الدم ده كان استخدام الزراعه في هذه الحاله، وهو طبيعي ان الدم ده لما بيجي اكيد بيبقى فيه خبطه او فيات. هنقول ان هنا وليد ملوش تفاصيل، ولكن انا برضك بقول نقطه مهمه جدا حتى على الفار، زي حاله جدليه، من لعب؟ هل الايد راحت للراس يا كابتن شريف؟ هل في مخالفه تركي جزاء؟ كل هذه الامور كان يجب على الفار استدعاء الحكم. الخلاصه يا كابتن احمد بنقول ان احنا عملنا مشكله كلجنه الحكام من غير مشكله، وازمه من غير لازمه، بسبب تعيين حكم اتظلم، وانا بقول وليد عبد الرازق اتظلم في تعيينه هذه المباراه، مباراه صعبه هو ما لعبهاش قبل كده. اللوم يجي على لجنه الحكام، من فضلك المباراه الكبيره حط لها حكم خبره ويكون حكم دولي يقدر يدير المباراه بشكل جيد. نتمنى التوفيق لكل الانديه المصريه، نتمنى التوفيق لجلاتنبرج اللي بقاله 14 وتسيبوا الراجل يشتغل، ده لسه بقاله 14 يا كابتن ايمن. صحيح، يعني في ناس قعدت 8 سنين ومفيش مكان ان انا اتكلم الكلام ده. انا هيبقى عندي حلقه كامله هتكلم ان الراجل يعني بيشتغل يا كابتن بلال تحت ضغط. أيوة. وفي ناس بتهاجمه، لا ده لسه بقاله 4 أشهر، ادوا له فرصه يشتغل ونحاسبه اخر السنه. صحيح. في بعض الناس قعدت 8 سنين في لجنه الحكام للاسف. صحيح. شديد، تحياتي ليك، ودي كانت اخر حاجه كابتن ايمن بقولها في نشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر، شرفتنا.